هلا انا مفاصل رجلي عند الركب ما ركب هون بيجعوني يعني عند الفتح والتسكير بصير وجع وطقه. هل العضلات بتاعتك طبيعتها ضعيفه ولا عاديه؟ يعني العضلات بتاعتنا عضلات قويه ولا فيها ضعف؟ لا الحمد لله ممتازه منيحه. يعني في حد في العيله عنده مشاكل في التهاب المفاصل او مشاكل في التهاب المفاصل او كده؟ اخر يا لا ابدا. هل مثلا بتعاني من اي مشاكل نفسيه معينه؟ لا هلا سمعت انه مشاكل مثلا القعده كذا. طب بص يعني طب انا هقول لك على حاجات يعني هقول لك على شويه اغذيه مثلا تساعدنا فضل. بشكل كبير. احنا دلوقتي عندنا الم المفاصل صح؟ ده اكتر عرض بيقابلك اللي هو الالم الشديد. رحت للدكاترة ما رحتش صح كده؟ طب انا هقولك على حاجات اطعمة هقولك على اطعمة بتزود التهاب المفاصل عشان تبعد عنه. ماشي؟ اتفضل. اول حاجة لازم نبعد عن السكريات. بتقوم السكريات المصنعة بإطلاق بروتينات اسمها بتزود من الالتهابات، بتسمى السيتوكينات. ديت نقدر نقول عليها بتزود من الالتهابات داخل الجسم، فتزود من حدة الألم اللي موجودة عندنا. فأول حاجة السكريات نبعد عنها أو نقلل السكريات. يعني السكريات اللي موجودة فين؟ نقلل السكريات اللي موجودة في العيش والرز والمكرونة والعسل والمربى والحلاوة والسكريات بشكل عام، نحاول قدر الإمكان ناكلها، لكن ناكلها بكميات قليلة، لأن السكريات معقولة بكميات بسيطة، ما ناكلهاش بكميات كبيرة، لأن هناكلها بكميات كبيرة هتبقى دافعة قوية جدا لينا. يعني المفروض السكريات ما تعديش 50% من الوجبة بتاعتنا. يعني انت لو هتاكل وجبة نصها مثلا ما يزيدش عن نصها سكريات. والمفترض ان انت تقلل السكريات دي خالص لو تقدر، مثلا انت تلغيها خالص لحد ما رجليك تتظبط، وبعد ما رجليك تتظبط تبدا تاخدها، بس ما تزودش عن 50% عشان المشكلة ما ترجعلكش مرة تانية. ده رقم واحد. بانتظام. تاني حاجة بنتكلم عن اللحوم. اللحوم بتحتوي على مستويات عالية من الدهون غير الصحية، ودي بيخليها سبب رئيسي لزيادة التهاب المفاصل. عشان كده يجب اختيار اللحوم الخالية من الدهون بقدر الإمكان حتى لا تتسبب في حدوث مشكلات صحية عديدة ومنها الالتهابات. سمع. يبقى تاني حاجة اللحوم بنبعد عنها. يبقى أول حاجة السكريات بنبعد عنها، اللحوم بنبعد عنها لو عايزين. تاني شيء اللحوم. اللحوم بنبعد عنها، بس لو احنا عايزين ممكن مرة في الأسبوع قطعة 100 ملي جرام، قطعة 100 جرام ما تزيدش عن كده. لو نفسك فيها مرة واحدة في الأسبوع قطعة 100 جرام. الدقيق الأبيض، أي حاجة بتطلع من الدقيق الأبيض نحاول قدر الإمكان إن احنا برضو أي حاجة بتطلع من الدقيق الأبيض نحاول قدر الإمكان، زي مثلا المخبوزات، المعجنات، الحلويات. يعني طبعا طعمها حلو انا ما عنديش مشكله، لكن الحاجات دي يعني الطعم ولا الالم. نحاول قدر الامكان. منتجات الالبان ايضا في بعض الاحيان بتتسبب بعض منتجات الالبان في تاثيرات سلبيه على مرض التهاب المفاصل، لذا يجب ان احنا نحاول قدر الامكان نعمل تقنين بشكل كبير لمنتجات الالبان، لان احيانا البروتينات الجسم ما بيقدرش ان هو مثلا وليكن الموجوده في الحليب ما بيقدرش ان هو يمتصها بشكل كامل، فممكن مثلا وليكن تعمل لنا حساسيه كده معينه، فالجسم عدم امتصاصه ليها الجسم يبدا يفسرها ان هي حاجات ضاره، فيبدا يطلع يحاربها، فتعمل لنا برضو تزود لنا من التهاب المفاصل اللي موجود عندنا. الاطعمه المقليه الأطعمة المقلية برضو من ضمن الحاجات اللي المفروض إن إحنا نظبط نفسنا فيها. الأطعمة المقلية، الكافيين برضو، الشاي والقهوة والنسكافيه واللاتيه والحاجات دي كلها، والمشروبات الغازية، الحاجات دي كلها بتمتص الكالسيوم من العظم. الكالسيوم لو امتص من العظم العظم بتاعنا هيبقى هش، فأقل التهاب هيأثر فيه ويسبب لك ألم. هو أكتر شيء هدول إحنا بنشربهم زيادة يعني. يبقى انت عارف ان الشاي والقهوه والنسكافيه والحاجات دي ما تشربهمش زياده، قلل منهم علشان الكالسيوم.
احنا المفروض ما نزيدش عن كوبايتين مثلا او 3 كوبايات حد اقصى في اليوم عن الشاي من جميع كل هذه المشروبات، شاي، قهوه، نسكافيه، لاتيه، كل هذه الاشياء ما تزيدش عن 3 كوبايات يومين. اكتر من 3 كوبايات الزايد من الكالسيوم اللي بيخش، اللي زايد من الكافيين اللي بيخش جوه الجسم، بيخش ويمتص الكالسيوم وبيعمل لنا هشاشه في العظام. فهشاشه العظام احد الاسباب الرئيسيه في الم العظم اللي موجود عندنا. طب ايه الاطعمه يا دكتور احمد المفروض اركز عليها عشان اعالج المشكله؟ انا اعالج المشكله ازاي؟ اول حاجه التوم. التوم نحطه في النظام الغذائي بتاعنا. طب ليه التوم؟ التوم بيقلل من اعراض الالتهابات اللي جوه الجسم عندنا، وبالتالي بيقلل من الالم عندنا، وبالتالي يساعدنا برضو في ان احنا نعالج مشكله التهاب المفاصل اللي موجوده عندنا. تاني حاجه بنقول الزنجبيل. الزنجبيل مضاد للالتهاب برضو طبيعي، التهابات المفاصل الزنجبيل افضل حاجه. بدل ما تشرب مثلا قهوه وشاي ونسكافيه كتير كده، لا اشرب زنجبيل كتير كده، يبقى ده مضاد للالتهابات المفاصل اللي عندنا، وبالتالي نستطيع ان احنا نحل المشكله بشكل سهل. البروكلي، البروكلي دخله في النظام الغذائي. الجوز، الاسماك الدهنيه، الاوميجا 3 بتزود الماده الغرويه اللي ما بين العظم وبعضه. فالماده الغرويه اللي موجوده ما بين العظم وبعض، حتى لو احنا موجود عندنا التهاب، فتلقائيا بيبقى في حريه في الحركه، ما فيش احتكاك ما بين العظم وبعضه. فبالتالي ما اصلا العظمه لو احتكت بالعظم هي اللي تعمل لنا الم، لكن لو في ماده غرويه ما بين العظم وبعضه الـ مش هيبقى موجود الم. حتى لو احنا مثلا وليكن عندنا بعض الالتهابات الخفيفه، الجسم هيقدر ان هو يعمل لها التئام طالما في اوميجا 3. فممكن تجيب مثلا حبوب الاوميجا 3 من الصيدليه، او تاكل لك 3 مرات سمك في الاسبوع، 3 مرات سمك في الاسبوع، او تجيب لو انت ما عندكش اي تاريخ مرضي مثلا بنزيف او شيء من هذا القبيل، تقدر تاخد لك مثلا حبيتين من زيت السمك او من الاوميجا 3، تستطيع ان هي تحل لك المشكله بشكل رائع جدا. هتزود لك الماده الغرويه ما بين العظم وبعضه، وبالتالي الالتهابات هتخف، وبالتالي هيبقى في حريه في المفاصل، ومش هيبقى في طقطقه اللي بتحصل لك على طول. الله يجزيك الخير يا رب ويكثر خيرك يا رب ويفيد العالم أكثر بمعلوماتك. الله يسعدك يا رب. الله يخليك، دعوتك لينا بس كده بالدنيا كلها يعني.